عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان النيل يتذكر أسامة كمال في عدد الغد من المصري اليوم متحدثا عن ما نقلته المصري اليوم عن إعلان وزارة الري حالة طوارئ قصوى لاستقبال فيضان النيل والاستفادة منها كاحتياطي استراتيجي في بحيرة ناصر لمواجهة نقص المياه المتوقع بعد انتهاء إنشاءات سد النهضة، مؤكدا أن الخبر أيقظ الصحف والمواقع الإلكترونية للعودة إلى سد النهضة ومفاوضات الحكومة التي اختفت على حد وصفه بظروف الاقتصاد وأحداث أخرى. أستاذ محمد، في رأيك لماذا اختفت قضية سد النهضة وهذه المفاوضات؟ هل فقط بسبب أن لدينا انشغالات أخرى داخلية فإثيوبيا استغلت هذا الوضع؟ بص، أنا قريت المقال بتاع الأسامة، رائع جدا وشافي، هو الرجل مهموم بالقضية ولديه تفاصيل فنية مهمة داخل المقال، ولكن عايز أقول لك وأقول له لا، إحنا ما انشغلناش، بالعكس احنا سد النهضه موجود شغل كتير، بالعكس يعني في حتى جرايد غير المصري اليوم زي ما كنت بقول في الخبر الاول، كان في اكتر من موفد اشتغلوا على سد النهضه هناك، كلامهم مش كل اللي قريته عن السد ريحني، ولكن في شغل. الازمه ان الجانب الرسمي المصري ما عندوش جديد، انا تقريبا اقول لك بصراحه حوالي 20 مره نتكلم عن الاتفاق الإطاري ومفيش جديد. ماذا ستعطينا الحكومة؟ الحكومة عندها ايه اللي هتقوله؟ مفيش جديد، مفيش موقف رسمي، مفيش موقف قوي. تخيلي لو موقف قوي من الحكومة، اي حاجة، لو تصريح ثلاث سطور من اي مسؤول، من الرئيس او نزلي بدرجات وصولا لوزير الري، هناخده منشئة تجارية عن سد النهضة. انما ارد على أسامة وطمنه، لا توجد بيانات او تصريحات رسمية قوية تصلح للمعالج. مش هنضحك على الناس، مفيش حاجة قوية غير الفيضان، ولو بكرة تاني هنشتغل فيضان، وفي ناس زمايلنا في أسوان بيشتغلوا وصول الفيضان، ممكن خير إن شاء الله.